سلمهم الديان. قال ابو ابراهيم بتريد حضرتك بيض مع الفطور؟ ما هو راح يساوي فول. عم يعمل فول، بنعرف انك بتحب تفطر فول نهار الجمعة. اصبح بلا البيض. حاضر، خلص القهوة؟ ايه خالص، يسلموا الديان. صحتين. روح تكرم عينا. هلا بروح بجيب لها. لا تعذب حالك، هلا بدق لعدنان بيطالع لنا معه. يا سيدي لا تدق ولا تدقدق، بلكي تاخر الضيعه فشخه من هون. نورا؟ نعم. الله يرضى عليكي. تعي كملي فرم البقدونس وبعدين اعصري ليمونه. حاضر. سريعة فرم البقدونس، كثير شاطرة فرم البقدونس انت يا نورة. شكرا. بدك مساعدة شيء؟ اقطع لك البندورة ولا اعصر لك الليمونة؟ يسلم. اي شيء بيلزمك قليلي. ما لازمنا غير رضاكم يا بيك. ولو ولو يا نورة، اذا بدك الحقيقة انا اللي لازمني رضاك. يا بيك حرام عليك يا بيك. أنا تحسين. شو يا تحسين؟ أنا السيد تحسين. عفوا، أهلين سيد تحسين. بيك جوا؟ إي نعم، عم يستناك هو وعدنان بيك. عدنان وصل؟ عدنان بيك وصل من شي 5 دقائق تقريبا. افتح لي الباب لشوف. يلا، شرفوا سيدي. لك مو هذا الباب، باب الفيلا. هو ممنوع السيارات تدخل لجوا، بس أنت شنك صاحبي رح أدخلك. ما علينا. أهلين بصديقي سيد تحسين بيك كمان. تفضلوا تفضلوا شرفوا. يا أهلا شكرا على تفضلوا شرفوا. أهلين تحسين. طب شو حكينا نحن؟ عفوا أهلين سيد تحسين. تفضلوا شرفوا. والله ما حدا بيقوم. تفضل. اهلين تحسين. احترامي ابو العز بيك. اهلا وسهلا. احترامي عدنان بيك. اهلا اهلا تحسين. شرفوا عدو. حضرته صاحب الارض ابو مروان. اهلين، شرفنا والله. الله يزيدك شرف. يلا شو بتحبوا تشربوا؟ ما بدنا غير سلامة البيت نحن. لا شو هالحكي، نحن ما اجلنا طلباتنا مشانكم انتم عم نستناكم. شو بتحبوا تشربوا؟ شوفوا البيك شو بيشرب. لا والله ما بصير. ابو مروان شو بتشرب؟ والله القهوتي بدون سكر. بدون سكر؟ ايه. انا بدي قهوة سكر دايت. على عيني. عدنان بيك شو بتحب تشرب؟ باخذ قهوة وسط. وسط على راسي. البيك؟ والله طالما كلهم قهوة فأنا قهوة. على عيني. ما سألت البيك شلون بيشرب قهوته؟ تعلم لك يا ابني تعلم. بالنسبة لنا قهوة البيك صارت معروفة، بيشربها سكر وسط. برافو عليك يا غوار. ما قلت لي شلون رضى البيك عليك؟ والله بعرف، سأله إذا كان رضيان علينا ولا لا. ممتاز. هذا كله مشان الله يبيض وشي قدامك. امين وخدوم وشغيل.
من ناحية الشغل حمار شغل. سيدي يا ريت يا ريت كون حمار. لا حمار أنا بعرفه. من ناحية الشغل أبو العز بيك حمار. حمار رسمي. الله يجل مقدارك يا سيد تحسين. عن إذنكم. هاتي عليك حبيبتي أنا باخده. أنا بوديه روح أنت المدام بتضيك. لحظة. أبولي يا حبيبي. لك روح الله. لحظة بوسي من أمولي. ومن أم أمولي. حبيبتي في عندك قهوة واحد بدون سكر واثنين سكر وسط وواحد سكر ديت. على راسي. لك تقفشوني قفش انتو تنتين يا رب. اهلا وسهلا. من مأهل. ايه والله شنو انا مشتاق للمي ولهالوش الحلو. تسلم. بدنا اياها تلاد وتقوم بالسلامة بقى لنشوف شو بدها تجيب لنا. يلا ها قربي. ما قلتي لي شلون رضا المدام عليك شلون؟ الحمد لله. فائت المدام؟ نعم وقلت لها انه حضرتك افطرت هي حتفطر على البلكون عبال ما تخلص مع الضيوف. نحن شغلتنا مع البيك خمس دقائق انكترت انكترت نص ساعة الزمان يعني. الاولاد لساتهم نايمين؟ بعضهم غاطين طليت عليهم من شوي. طبعا قد ما هلكهم غوار باللعب مباري. تأمروا شي؟ سلامتك. نورا؟ نعم. الله يرضى عليكي. قولي لهم يساووا لي نسكافيه مع الحليب عوض القهوة. حاضر. جايب معك الخريطة وأوراق الملكية؟ جاهزين. عم يقول لي إنه أرضه 70 دنم. حكيته بالسعر؟ لا ما حكينا. قلت له إنه السوق دائر. يعني لا في مين عم يبيع ولا في مين عم يشتري. استعجلوا على البرزة وتركوا كل شيء بأرضه. اتركي أمي اتركي من إيديك. هلأ هن بيجوا بيقيموه. لك أمي إذا ما قمتن أنا ما حدا بيقيمون. بيضلوا لعنا بكرة على الطاولة. منيحك لبسي؟ وين الإشارة؟ لشو الإشارة؟ أخي عم بيقول إنه المطعم عتم وما حدا شايف حدا. أي يمين وعظيم ما بخليك تروحي بلا إشارة. شحو معقول أنت التانية؟ هلا مو هذا الفستان يلي رحتي فيه المرة الماضية؟ لا يلي قبله. روحي روحي غيري ما بيصير يتكرر. روحي البسي الطقم جديد. روحي. أمي أنا قلت لها تخبيه لمباركة أم فؤاد. وأنا هلأ عم قلها بدي أشتري لغيره. خلاص أخوكي قال البسي جديد البسي جديد. أمي اسمعي مني وامشي روحي معنا. لك أمي عند خالك أسلالي هلأ بتوصلوني بطريقكم وبالرجعة بتمرقوا بتاخدوني. أنا مو خرجي روحة مطاعين. هلأ فهميني يلي عم يروحوا أحسن مني. لك حتى أختك مالي خاطر تروح ما لازم تنتهى معك. حرام أختي فطينة طوال النهار محبوسة بهالبيت. لك أمي أنت معزوم أنت ومرتك شو أخذ لأختك؟ عدنان بيك قال لي العزيمة للعيلة كلها. من شان هيك أمي أنا عم قلك امشي روحي معنا. أنا ما رح أروح. كنت أقول لخالك يروح معكم مو أحسن ما تنتعلي أبو عنتر تحت باطك وتروح؟ أمي لا تسعلي من حكي. يعني بصراحة بدي أقول لك بصراحة خالي مو خرجه هيد الأجواء المخملية ابنه. يوه لكان أبو عنتر خرجه؟ لا وكمان أبو عنتر مو خرجه. لكان ليش ناتعه؟ شنو أمي لازم يضل تحت جناحي حتى ينصلح. إذا ما عملت هيك بيرجع على الحبس. أي يرجع ينباع بالعزة. أصلا أنا ماني حابة قعدته معكم أختك موجودة. لا بقلي ولا القالب غالي؟ اثنين سوا. استعجلي يا ياسمين. عم تحط السلمكي. يو يعني انتي ما حطيتي؟ انا حطيت بس يا دوب مو مثلك عم بتصبغ وانمعت معه. بالله شو صوار. أهلين أبو عنتر. شلون عجبك لبسي؟ شي ظريف منين دبرته؟ هذا اللي نايم انياب بالأوضة الليلة مو طالع. ها إيوة عارك يا هو ما رضي يرنيا استنيته لحتى غفل واستعرته فوت.
شو بالظاهر ما خلصوا؟ عم بيلبسوا. ها من لك هي القداحة الأبها؟ إلك هي؟ استعرتها من جاكيتو. فوت 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 طريق. تخطوا إيش أبو عنتر؟ ضروري يفوت، خليه يستنى برا هالخمس دقايق. يا مو أنا عم علمه التهذيب، وتركه برا تصرف غير مهذب. ما شفت تطليعاته لأختك؟ أنا نبهت عليه إنه ما يطلع بأختي تطليعات غير مهذبة. خلاص تفضل أخي أبو عنتر. ليش وين ليش وين برا؟ تفضل تفضل تفضل. يلا بونسوار ام تحسين. اه بونسوار. ها ايه انا جاهزه. بونسوار مطمازيل فطينه. اهلين سيد ابو عنتر. اخي لانه مطعم رايحين عمطعم نايت كلاب. اعلي آه